اهلا بكم في حلقه جديده من عرفس اون ستيج حواديت النجوم، والنهارده هنتكلم عن الفنانه هند صبري. ممكن حد يمشي في اكتر من مسار مهني مختلف ويبقى شاطر فيهم كلهم، او ممثل يؤدي باكتر من لهجه ويبقى شاطر فيهم كلهم؟ الكلام ده ينطبق على هند محمد المولدي الصابري، او الممثله التونسيه والمصريه بحكم الجنسيه مؤخرا هند صبري. هند صبري من مواليد 20 نوفمبر سنة 1979 في ولاية قبلي في تونس. بدأت عملها في سن صغيرة لما شاركت في فيلم موسم الرجال وفيلم صمت القصور للمخرجة التونسية الشهيرة مفيدة التلالي سنة 1994، واللي تعرف في مهرجان كان وقتها. ومنه خدتها المخرجة المصرية إناس الدغيزي لفيلم مذكرات مراهقة سنة 2001، وفي نفس السنة تقريباً قدمت مع داود عبد السيد فيلم مواطن ومخبر وحرامي. لكن من بعد سنة 2004 لما شاركت في فيلم أحلى الأوقات، بقت دليل دايم على جودة الفيلم الفنية. الأستاذ عبد السلام أخباره إيه؟ الحمد لله. الحمد لله. والشكر لله. مش ناوي يتجوز بقى ولا إيه؟ إيه بقى عندك ليه عروسة؟ لا، كان على العرايس، العرايس كتير، بس بيقولوا هو مش عاوز. وعملت افلام كتير مهمه زي فيلم بنات وسط البلد وعماره يعقوبيان والجزيره 1 و2، وفيلم اسماء مع المخرج عمرو سلامه اللي قدمت فيه دور ست مريضه بالايدز. نفسي ما بقاش خايفه من نوبه لما تيجي، نفسي ما بقاش خايفه على الدواء، الدواء لا يخلص، نفسي ما بقاش خايفه يعني من الناس. ومؤخرا عملت فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني مع كريم عبد العزيز. اسف لسه طالعه من دقيقه. هند كمان ليها اكتر من تجربه تلفزيونيه، زي مثلا عايزه اتجوز وفيرتيجو وامبراطوريه مين وحلاوه الدنيا. من سنة 2010 هند صبري بقت سفيرة للأمم المتحدة ضمن برنامج الغذاء العالمي. سنة 2021 هتشهد عملين مهمين جدا لهند صبري، منهم فيلم كيرة والجن مع كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومسلسل هجمة مرتدة مع أحمد عز برضه. وبكده تكون انتهت حدوتة الفنانة هند صبري. استنونا في حواديت تانية كتير في عرفس اون ستيج حواديت النجوم. استمتع بوقتك على الآخر واتفرج على أحدث العروض الحصرية على القنوات العربية من خلال سلينج عربيك تي في، وعشان تعرف أحدث ما يعرض على قنوات سلينج عربيك تي في اضغط على ماي تي في من حسابك الخاص في سلينج، ثم جايد، ثم اضغط سلينج سنترال عربيك شانل، واستمتع بمشاهدة كل الأعمال الفنية الجديدة وقت عرضها الأول، وترشيحاتنا للتوب 5 من الأفلام والمسلسلات والبرامج اللي بتتعرض على قنوات سلينج عربيك تي في كل شهر، بالإضافة لرأي بعض المشاهدين عروضنا العربية. وكمان هتستمتع بأشهى وصفات الأكل المشهورة في الوطن العربي، وتعرف أكتر عن أفضل مميزات تطبيق سلينج، وفيديوهات شرح تفصيلية لطريقة استخدام التطبيق عشان تقدر تستفيد من كل الخدمات. سلينج عربيك تي في، تلفزيونك العربي.